خدي رشا. هاخد رشا. يا رشا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذنك يا مدام، عايز اسال الشيخ محمد سؤال بس بسيط. اتفضلي. حاضر اتفضلي. طيب انا دلوقتي كنت يعني بذكر ربنا كتير وبستغفر ربنا كتير بنيه ان ربنا يعني ايه انه كان بيقول قال الله تعالى يعني هو بيغفر الذنوب جميعا. نعم. لو اتاني العبد بتراب الارض كلها ذنوب بيغفرها. زي ما انا دلوقتي سمعت الشيخ بيقول ما عدا حقوق العباد. طبعا. يعني حقوق العباد. طيب دلوقتي الحكايه دي عندي اتغيرت تماما، وخايفه يعني ربنا ما يغفرليش حقوق العباد، فانا بستغفر ربنا وخايفه ما يقبلهاش مني. ممكن يقبلها يعني يا شيخ محمد؟ ايوه. حق مين؟ انت واكله حق حد؟ أو لا مش القصد يعني ايه شتمت حد، اتريقت على حد وانا قبل ما اتجوز، فدلوقتي انا افتكرت الحاجات دي فانا بستغفر ربنا لما بفتكرها. فدلوقتي يعني الشيخ محمد بيقول لا لازم تقف على قنطره المظالم ونسامحك. سامحك. ما سامحتيش خلاص. انت مش فاكره يعني؟ لا مش فاكره. انا مش فاهمه ايه حضرتك بتعملي كده ليه؟ لا يعني سكوتي. احنا كنا طلبه لسه في الكليه طبعا يعني وما كناش عارفين، وكنتش يعني اعرف. دلوقتي الواحد عبد يصلي ويعرف يتقرب الى ربنا عن طريق الفيديوهات ويتعرف على الدين بتاعه اكتر واكتر. طيب يعني كده خلاص ايه يعني الاجابه؟ بسبب انا ما عنديش يعني مش بسمع تلفزيون، انا هسمع الاجابه من على التليفون. طب اسمع اسمعي خليكي خلوها كده تسمع الاجابه من فضيله الشيخ. صلي على الحبيب. ماشي. صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اما اعمل كده يعني ايه اسكتي؟ حضرتك سالتي سؤال ما يجوز ان احنا نساله، اللي هو حق مين؟ هي بتقول عباد مين؟ مالناش دعوه. خلي بالكم انا بقول لك ليه الكلام ده. لما اجي افضفض معاك انا اذنبت، ما تقوليش عملت ايه، لان ده اسمه تتبع العوره وفتح الستر. الست قالت حق العباد. بنتتبع عورات كتير وان احنا بنسال طول الوقت. لا اسال مع دعاء. احنا بسال طول الوقت بسال. بس اسالي على راسك علشان نفتح يعني. حلو. الموضوع حلو. في امور جميله احنا بنتعلم اهو. في امور حضرتك اسالي فيها وفتحي فيها ونعرف الشيخ فيها زي ما انت عايزه. والمشاهدين يقولوا لك اسكتي ويقولوا لك لا انت بتتكلمي بلساننا، زي ما قالوا لك كده في مكان كنا فيه سوا، انت اللي بتتكلمي بلساننا وانت اللي بتطلعي الكلام الحلو اللي احنا عايزين نقوله. حلو. لكن في امور لازم نسكت فيها. لما يجيني حد يقول لي انا اذنبت ما اقولوش نوع الذنب ايه. انما انا كراجل شيخ او ست دعاء بحكم اني شغاله في البرامج الدينيه وعايزه تقول، هتقول له شكرا وتسكت وتقفل الهاتف وبعدين تجاوب زي ما هقول لك كده. هتقولي لها يا ست البنات يا ست الستات ابشري بمغفره من الله سبحانه وتعالى. والحقوق نوعان. حق الله سبحانه وتعالى عفى فيه وسامح. حق العباد لا عفو فيه ولا مسامحه الا ان يعفو العبد. طب هي بتقول لك انا مش عارفه العباد دول اللي قد اكون خط في اعراضهم او اكون شتمتهم او اكون عملت او الى اخره، فاقول لها رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. بس النبي صلى الله عليه وسلم ادانا عليك تاني. ايه هو العلاج؟ ان انت كل يوم مع الاستغفار والذنب تقولي له يا رب اغفر لكل أصحاب الحقوق علينا، يا رب اغفر لكل من خط في عرضي، يا رب اغفر لكل من له حق علي، يا رب اغفر لكل من له دين علي. ده علاج النبي صلى الله عليه وسلم علمهن لأمرين. الأمر الأول واحد ليه علي حق ومش عارف أقده له، أو واحد صنع في معروف مش عارف أكافئه، ومن صنع فيكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحضرتك لا، كل أعمالك إن شاء الله متقبلة، وأبشري بتوبة مقبولة من الله سبحانه وتعالى. واوعى اوعى السادة المشاهدين، أنا بقول اوعى اوعى واحد اسمعه لك وربنا مش هيقبل، أنا حاسس إن ربنا مش هيقبل توبتي، أنا حاسس إن ربنا بيحبني. لا يا حبيبي، كون ربنا وفقك للتوبة يبقى هو حبك وهو اللي تاب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا.
لولا أن الله أعطاك الضوء الأخضر بالتوبة، لولا أنك تبت واجتباك واصطفاك وألهمك الكلمات التي تستغفر بها وتتوب. فأبشر ولا تحزن، وأبشري ولا تحزني. نرجع تاني؟ نرجع. يلا الآيات اللي معانا، الآيات اللي معانا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم كل الناس، كل واحد مغتر بقوته، كل واحد مغتر بسلطانه، كل واحد مغتر بماله، كل واحد مغتر بجاهه. ربنا بيقول كده في الآيات اللي حضرتك سمعتيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بص كده لقوة السماء، بص كده لعظمة الأرض. هذه القوة كلها يوم القيامة تتبدل وتنهار. دي القوة اللي انت بتشوفها قوة شامخة، فما بالك انت انسان ضعيف. هو يعني ايه انتم اشد خلقا؟ يعني ايه؟ يعني انتوا احسن يعني؟ لا، امال ايه؟ اشد قوة. أشد خلقا قوة ولا السماء؟ أشد قوة ولا السماء ارتفاعها؟ ارتفاعها رفع واتساع سمكها. سمكها بمعنى كل سماء لها سمك. خدي بالك. وليه سمكها مش سمكها؟ ما هو دي لغة، مش دي لغة عربية، خلي بالك. وبعدين بين كل سماء وسماء قالوا مسيرة 500 عام. وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام. خدي بالك لما تشوفي هذا الكون الهائل الفسيح، ويوم القيامة ربنا يبدله. ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى الجبال اللي انت بتشوف عظمتها دي والجرارات عشان نيجي نستصلح طريق ولا نفتح طريق، ده احنا محتاجين مليارات علشان نجيب معدات. خلي بالك. فربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك عن يوم القيامة: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تخيلوا كده، ده إنذار من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك أنت بني آدم يا مسكين، يا اللي أنت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى ومش متخيل المعصية دي ممكن تعمل فيك ايه. خلي بالك لانك انت انسان ضعيف قوي. ربنا اداك حقيقتك في سورة الحج في اخر صفحة، قال ايه: وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هي دي الحقيقة، هي دي حقيقتك. فاذا كنت واكل مال رجعه، اذا كنت حضرتك خط في عرض يلا بسرعة استسمح صاحبه، أنت هتيجي أحسن من النبي. خلي بالك. ربنا بيقول إيه؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ما سعى.